الأخت ليلى تقول عندها حسابان، حساب للتوفير وحساب جاري، وتضع في حساب التوفير مبلغا معينا شهريا، لكنها في بعض الأحيان تقوم أيضا باستخدام حساب التوفير، وقد أيضا حال عليه الحول وبلغ النصاب، هل عليها الزكاة في حساب التوفير رغم أنها تستخدم منه باستمرار أيضا في بعض الأحيان؟ ما بقي يزكى. نعم. وإذا كانت تضاف إليه إضافة فتلك الإضافة محرمة. نعم.